حركة واحدة تمحي كل الذنوب قبل دخول شهر رمضان، والمسلمين غافلون عنها، أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. الذنوب، لا يوجد شخص في هذه الحياة معصوم عن ارتكاب الخطأ، إلا أن الذنوب درجات، وليس العيب في ارتكاب الذنب، إنما في التمادي به وعدم الرجوع عنه. فتواصل ارتكاب الذنوب يؤدي إلى جعل القلب قاس وبعيد عن الله تعالى، لذا يجب التفكير عن الذنوب والتوبة بعدم الرجوع إليها. وللوصول إلى هذه النتيجة يجب القيام بالعديد من الخطوات، لذا سنعرفكم في هذا الفيديو عن مكفرات الذنوب قبل رمضان. مكفرات الذنوب: الاستغفار. يعد الاستغفار من أهم مكفرات الذنوب، لذا تجب المواظبة عليه، إذ إنه يمحي الذنوب ويطهر الإنسان، مثلما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. التوبة الصادقة: من أجل تحقيق التوبة يجب ترك الذنب نهائيا وعدم الرجوع إليه مرة ثانية، ويتوجب الندم على ارتكابه والتحلي بالإرادة والعزم لمنع النفس من العودة إليه من جديد، وينصح بالإكثار من عمل الخيرات والأعمال الصالحة. إصباغ الوضوء: يقصد به إحسان الوضوء وتعميم الماء على كافة أعضاء الجسم خلال الوضوء. ذكر الله باستمرار: يكون ذلك بجعل اللسان رطبا بذكر الله تعالى من خلال التسبيح والتكبير، وخاصة عند الانتهاء من إتمام الفرائض، حيث يساعد ذلك على الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء، فتجد الله معك دائما. لذا ينصح بتدريب القلب على ذكر الله، وذاك أمر سهل، فاذكر ربك في سرك دون أن تحرك لسانك لتعتاد على ذلك. الصلاة في المسجد: يكون ذلك بأداء كافة الصلوات بداخل المسجد، فذلك يعلق قلبك بالمساجد ويحببك بالتردد عليها. صيام شهر رمضان: إن صيام شهر رمضان وتحري ليلة القدر وقيامها يساعد على تكفير الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام يوم عرفة: ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام يوم عرفة كفر له عن ذنوب العام الماضي والعام القادم. صيام عاشوراء: إن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام الماضي. العمرة: إن أداء العمرة بقلب خالص لله تعالى ونية صادقة يكفر عن الذنوب. الحج: من أدى فريضة الحج رجع كيوم ولدته أمه. الصدقة: الإكثار من إخراج الصدقات، فذلك يساعد على محو الذنوب. الدعاء: يجب الإكثار من الدعاء والإلحاح به مع الحرص على المواظبة بدعاء كفارة المجلس، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشهادة: من مات شهيدا في سبيل الله غفرت له جميع ذنوبه باستثناء الدين، لذا عندما يموت شخص ما فإن أهله يسعون إلى سداد دينه، فإن لم تسد دينك يأتيك صاحب الدين يوم القيامة ويأخذ من حسناتك، وإن لم يكن لديك حسنات أعطاك سيئاته. فعل الحسنات الماحية للذنوب والمعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالحسنات تذهب السيئات، وفعل الطاعات يغفر المنكرات ما لم يكن بينهن كبيرة. دعاء المؤمن للمؤمن، ومثال ذلك ما يحصل في أثناء الصلاة على جنازته بعد موته من الدعاء له بالمغفرة وتكفير الذنوب، ونحو ذلك من الدعاء المحمود. كما أنه روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. أعمال البر: أعمال البر التي تفعل للميت كالصدقة والحج والعتق والولد الصالح الذي يدعو له بالمغفرة وغير ذلك. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: فالنبي يشفع في أهل الذنوب من أمته يوم القيامة. المصائب: فإن بعض المصائب والقروب التي تصيب العبد
يكفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب والخطايا في الدنيا رحمة الله تعالى، فقد تحل على العبد رحمة الله تعالى ومغفرة بكرم ولطف منه تعالى لا سبب للعبد فيها. التوحيد، وهو من أعظم الأسباب وأجلها، وقد جعله الله تعالى شرطا لمغفرة الذنوب والمعاصي، فلا يغفر الله تعالى الشرك ولا يغفر لمن أشرك به، ولا يخلد في النار موحد لله تعالى مهما بلغ ذنوبه. والتوحيد الذي يعمر قلب المؤمن تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى سبب في مغفرة الذنوب وإن كثرت، وربما بدل الله تعالى سيئاته حسنات. الطاعات المختلفة التي يكفر الله تعالى بها الذنوب والمعاصي، ومن هذه الطاعات الصلاة، فقد جعل الله تعالى محافظة المسلم على أداء الصلوات الخمس سببا في محو الذنوب والخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من ضرنه؟ قالوا: لا يبقي من ضرنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. الصيام، وهو من باب تكفير الذنوب والمعاصي. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. التوبة النصوح، وقد اتفق المسلمون على أنها من أسباب تكفير الذنوب والمعاصي، ولا بد من قبول التوبة، لا بد من توافر خمسة شروط، وبيان هذه الشروط فيما يأتي. الإخلاص لله تعالى في التوبة بأن تكون خاليا من الرياء والخوف من الناس، الندم والانكسار بين يدي الله تعالى لما اقترفه من ذنوب ومعاصي، الابتعاد عن المعصية التي تاب منها وعدم العودة إليها ورد الحقوق إلى أصحابها، الحرص على عدم العودة إلى الذنوب وعقد العزم على اجتنابها، الإقبال على التوبة، الإقبال على التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، فلا تنفع التوبة عند موت الإنسان وحضور منيته، ولا تنفعه كذلك عند إغلاق باب التوبة أي عند طلوع الشمس من مغربها. الأعمال الصالحة التي يؤديها المسلم في حياته أو التي تؤدى عنه بعد مماته. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الأعمال الصالحة سبب في تكفير صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد من توبة نصوح تتوفر فيها شروط قبول التوبة حتى يمحو الله تعالى هذه الكبائر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الظهر كله. الأعمال الصالحة باب لتكفير صغائر الذنوب وكبائرها على حد سواء دون فرق بينها، وهو قول ابن المنذر وابن حزم، وذلك لعموم قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. باب التوبة مفتوح، جعل الله تعالى باب التوبة مفتوحا لجميع عباده المذنبين، فلا يحول بين العبد المذنب والتوبة شيء، ولا يرد الله تعالى توبة عبد مذنب أتاه طائعا لأمره، مقبلا بقلبه، راضيا بقضائه، نادما على فعله، ولا يقنط المسلم من رحمة الله تعالى وعفوه عنه، ولا ييأس من توبة الله تعالى عليه، فرحمة الله تعالى تسبق غضبه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفأ بها من نعمة، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظ لدى قناة لولو 7.